السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ولا رح قيمها شرفت يا ماموس كمدرات بانيني سلامينا وقت وعن ينول في عن بانيني رتينينا يكسر دواد كنال كنا عافيماتك يدكتر كعافيماتك غويسك يكليب كان أهنتي أينو كوي عينو أما أينو كسر قادن دون كديب مركي أينو يعني إن السيكور ده يسودي باتها يا عبشادة كوصابسان حانون كغاسترايتيس كاللا يراهدو يا سومالي هانا ينون نقانو غاستريغا ايا ساعدة كهور وحي نسوكر اني كانال كينن كليب كهالا يقاب كاللو دوويا قريغا دوچوغا واتسوقا دان اي ساما استعمالي سيحل بادا واينو كوتي المامني اما اينو كوتي باحناي اينو قفكو هالكا وكهيلا ايون ريليف بوكساشو يا ريساشو هيا شوحة صوبحة يسدد يردي دين أمسا لوكسن سيفطة أي ليد هاي حلبادو إسلامر كان آن آما تيدهان آما دمعادهان آل ليقي كارين سيال لاتي قيد يادات كالاو يوغونا لديبان وكاتر سن بلشادة ناكو حيران كانالكا يوغو دهان ببلشادة الصوماليين إرهنتي آي نو مركز تاتي عان لهاين نو لاو داقنو حالة دا يسكود دبيبي كاران يوغو غريوهو دتشوغ ومركا انتا اي قاعدة يان دختر اما قوب عافيماد اما اي لقل ما يان هول وديان عافيماد سيالا تيجيد كانا كليب كاهور وحا وينو تلمامي اما وينو شيغينا ينو باهان هايينا ينو مركالي ايا مركالا با دور تيرا ينو كسوع العلينو قابب كوليغا دحيسا لقو دبيبي كرو حانون كا غاس تريغا اما غاس كا سوماليا هانا ينو نقان كليب كانا نوا ميدكالي او كهاللاي قاب كادولة تعاليسو أما أدو قدر يالي صنفت هذا أدي قو مركا كو تريد غرينا أيو كو دوين أي حنون كاقاس تريد إسكلا تعالى أي أولا تقالما أي حنون كيس حمديس إيا ديبتا كسو غاريس قفك إيا راحشالعانتا إيان آنو قفكو مركاس آنو تشيف إيا تشوغ منا آنو حاملي لبات هذا سينو خروح سنو واميد كبو حدا أما رونتي إنو قو بدنجي إيا صومالي دا داتك صومالي دا إيا رونتي مجتمع الصومالي ده انت باكو بادن حتى انو دبعان استود تاقنو قيبتا اينو ماانتك كهال لينو ايهرونتي اينو دون اينو اينا ايدادكو ايسكود دوويان اما دادك مركا ديبسان اي حلبادا ده ايه وحيابها كلي ليسكود دوويا ايه دبيعيقا اما ناتورالكا ايه وحيانو رونتي اوصو ايقناي قيبتا لباده اوكرها اوكرها اما سي جيت كان انو صارن ايه اللي راه الصومالي هم باميه aya waxa uu leeyahay faa'iidooyin aad u ballaaran mid jireed iyo mid xataa dhinaca hormoonada ee nerfiska maskaxda iyo dareen wadayaasha la shaqeeya ayuu kobciyaa oo sar u qaada awoodda qofkana dabcan waa ka qayb qaata kambaynu hadaba waxaynu doonaynaa inaynu si scientific ah u eegno oo dabcan aynu isku taagno faa'iidadiisa intayna aanu gudagelin faa'iidada ballaaran ee uu leeyahay oo kruhu ama se baamiyahaas aynu isticmaalno oo aynu isticmaalno xilliyada qaar qudaar ahaan cuntadana lagu karsado oo Soomaaliya dhexeeda common ka ah oo badi aynu wada naqaano ayaa waxaynu yara eegaynaa si markaas scientifically inaynu isku dul taagno haddii aan ku soo dhawaano intaynaan muhiimadiisa iyo beneficialka iyo faa'iidada uu leeyahay aynaan u gudagelin waxaynu eegaynaa marka koobaad inay jiraan dal lagu qiyaasay 2% oo dadka kamida in xilliyada qaar dhibaato kala kulmaan oo dhinaca negative-kiisa ama side effect-iga uu yeelan karo ayay is xasuusinayna dadka qaar kamida ayaa waxa uu ku sameeyaa markii hore waxa ku jirta maada la yiraahdo fructanis maadadaas waa nooc ka tirsan carbohydrate-ka qofka xilliyada qaar waxay ku sameysaa dad kamida inay sameeyso wax loo yaqaan gastrointestinal problem dibaato dhinaca madhicirada inay dadka qaar waa markay isagoo qeyrin ay isticmaalaan laakiin waa tira aad u yar oo boqolkiiba laba ayaa lagu qiyaasay inay dadka qaar ay dhibaato ka dareemaan dhinaca madhicirada waanay marka shuban ama marka inay caloosha socosiiso ayaa ay ka soo qaataa oo xilliyada qaar ku sameysa way inagu waajib geeska inu bulshada u sheegayno aynu doonayna inuu dadkeena manaafacad u yeesho xilliyada qaar dhibaatada uu yeelan karana ama dadka qaar uu ku sameyn karana waa mid inagu waajiba oo inagu qasaba labada dhinacba inaynu keen tiradan walow tira aad u yaraytay haddana waa laga yaabaa qofku in uu isku arki karo haddaba haddaad isticmaasho
وجيت كنا نستعمله وصبح كوبات بعد سكو أركته إنا سمينا يسوع إنا مركز أدرينتو إلا دنو عاسة أما إنا علاش هذا يحسك بدليان إنا دق دقو تو تسايا مهمة سيدا عاديا كهذا بروح الله جود طبيبة ولا جود دوية ورنتي الله ولعوية وقف جود دجناشو يا رئيسشو يا حسيلوني وكهلا دتك هو استعمال قابك وحولي هاي أكره أما سرنتي باميه وحولي هاي ما دل يراه ظلوا ما جعبوا أما سكمبون أما سبورتين أيولي هاي كلك صلايت الكمبون لا يراه كلك صلايت الكمبون كوه وكقيب قاتا إن وإنهبت كسميو أما وينجا قبته بكتيريا لا هيتش بلوري أو سببته حنوك جاستري دبعت داس أيو كو حتى هاي أو ينجا قبته قاب كلابات يدبع عن أنو كجف إذا يسكرنا أو نص ما يوحويان إلى بكتيريا داس فدا وعده إسلام مركز أي صورتو تلينين of so much واللينك ح أما جسك علاشة إن أي صورت أيو كقبته فإذا الله بعد كلا أولياء حيو حكم ده إنه النص ما يو أو إنه فائدة يو إنه كقريب قاعدة إن أنا أرسل كي بوقت عروش كوسا ما يسنتي إن أي سيف عفتو سيف الله رتنا وكخر تجا أو إنهبت أما بروتكتيف وكذا نقطة أو رنتي فائدة ده أنا وينو ليه حد هذا قاف كله استعمال يا مهمة ده دلي قفكو وحو استعمال كراسي عادية marka koobaad inuu safe yahay isla markaana inuu urdin yahay waa muhiim labadaas ayaa muhiimada dabcan la saaraya in soo qaadato oo aad googaysato dabeytana biyo caadi ah oo nadiif ah in aad ku darsato biyuhu haday diiranaadaan ama furku diirisayhiin way sokay hadii kalena biyo caadi ah oo nadiif ah uu qofku ku cabaya uu ku dhixridaya isaga iyo biyihii sabab u isticmaali kara labadaba sidaas waxa uu ku dareemayaa in caloosha gaaska ay meesha ka baxdo in bakteeriyadii marka dhibaateeyneysa ee boqto meesha ku sameysantay uu qabto oo ka qabto in caloosha ay sii dhibaateeyso labada faa'iido iyo runtii kamboonka aadka u muhiimka ayuu qani ku yahay oo uu leeyahay adaa bulshadeena aadka u karaamada badan ee xurmada badan ee wanaaga badan waxaanu kula talinaynaa in ay xilliyada qaar haday la dhibaatoodaan ama qofku isagoo gurigiisa jooga intaanu dhaqtar u helin access ama uu waayo afwan inuu qofku marka dhaqtar inuu u tago waqtigu ku adkaad ama gaaskiisa baa uu mid la saaxiibay karayo uu yahay inuu qudaarta noocaas ogaado oo dhugta ku hayo waa optional qofku inuu isticmaalo iyo inaanu isticmaalin oo marka dhaqtar caadi ah ugu tago tamar kasta aynu kula talinayna bulshadeen ee xil kasta iyo waqti kasta aynu kula talinayna qofku haddii jirra ama xanuun hayo inuu goob caafimaad tago oo la baaro oo noocu ka yahay gaastariga haya noociisa taybka uu yahay iyo bakteeriyada marka sababtay iyo waxa uu ka qaadaba si fiican loo ogaado in marka dawooyinka loo qoro oo loo bilaabo qofka medical procedure ka la mariyo waa taa inuu xooga saarayno ee markasta iyo xil kasta aynu ku talinayno laakiin waxyaabaha labadan kan iyo kiiga horeeyay clipka aynu kaga hadlaynayba waa raysasho ama qofku waa inta uu dhaqtar tagay macnaheedu ma aha in boqolkiiba boqol sida aad ku dawoobayso waxaanu ka tagayo kaliya waa in la saaxiibta xanuunki oo dhibti ka yaraado oo xanuunki iyo gubashadii iyo mushkiladii meesha ay ka baxdo fadlan la sii wadaago oo sii share garay bulshada ka aynu jecel nahay iyaguna inay kanaalkeena qayb ka noqdaan oo runtii ayna u soo rafiiqaan ama markaas ayna la wadaagaan casharada caafimaadka su'aalaha caafimaadka iyo talooyinka bulshada aynu runtii ka hadalno idinkana waqti wacan iyo nolol fiican baan ni rajaynaynaa intaas aynu ku soo ururinaynaa kaga tagaynaa wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.